أحمد قذافي الدم. والده محمد قذافي الدم أحد الضباط المؤسسين لجيش التحرير. جده قذافي الدم ولي صالح ضريحه في جبل غريان غرب ليبيا، وتعود أصوله إلى الإمام موسى الكاظم الذي يلقب به كذلك أحمد الكاظم. ولد في مصر عام 1952 من أم مصرية ابنة أحد مشايخ قبيلة أولاد علي، أكبر القبائل العربية على الإطلاق، تعدادها 5 مليون، تمتد من محافظة البحيرة إلى مدينة طبرق داخل الأراضي الليبية. التحق بالفرع المدني لثورة الفاتح عندما كان طالبا أواخر الستينات، ثم كان ضمن أول دفعة ضباط تخرجت بعد الثورة من الكلية الحربية في مصر. تحصل على عدة دورات ودرس في تركيا وباكستان ويوغوسلافيا وبريطانيا في تخصصات مختلفة في العلوم العسكرية والسياسية وعلوم الطيران. وصل إلى رتبة عقيد في القوات المسلحة الليبية. كان ضمن القوات الليبية في حرب عام 1973، كما كان أحد المتطوعين عند الاجتياح الصهيوني للبنان في مطلع الثمانينيات، كما شارك في معارك حرب تحرير إفريقيا، مما أكسبه احتراما خاصا داخل القوات المسلحة. انتقل إلى العمل السياسي وكان سفيرا في أكثر من بلد، أهمها السعودية ومصر، وعمل مبعوثا خاصا لكافة دول العالم، وشارك في معظم القمم العربية والإفريقية والمؤتمرات الدولية. ساهم في حل مشاكل وكلف بمهام وساطة في أكثر من بلد وخاصة في إفريقيا. له الفضل في عودة العلاقات مع مصر والسعودية والمغرب، وكذلك في حلحلة كثير من الملفات العالقة مع الدول الأوروبية. وكان يلقب برجل المهمات الصعبة لما له من علاقات واسعة مع كثير من رؤساء دول العالم والقيادات السياسية والنقابية والإعلامية والثقافية، وتحصل على العديد من الأوسمة والشهادات. كذلك له علاقات وثيقة مع زعماء المعارضة الليبية، ويحظى باحترام كبير ومكانة عند رجال القبائل في ليبيا والوطن العربي. والآن يعمل مع القوى السياسية الليبية لحقن الدماء وعقد مصالحة تاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. قد تكون الحياة ساعة، ولكنها ساعة شرف أو لحظة، ولكنها لحظة شرف أو وقفة، ولكنها وقفة عز تخلدها الأجيال وتعرف قيمتها، ونحن نمثلها هذه الساعة. مشاهدينا نحييكم من جديد، نواصل الحوار مع الأستاذ أحمد قذافي الدم. السؤال هلنا عشان في بعض الأسئلة الصحفية، يعني البعض بيسأل عن أزمة موسى الصدر، هو أحد زعماء الشيعة في لبنان، هو مؤسس طائفة المحرومين اللي انطلقت منها أمل، اختفى في ليبيا، والشيعة في لبنان دائما يثيرون هذه القضية ويحملون نظام القذافي المسؤولية عن اختفائه. ده بمناسبة القبض على هانيبال ابن القذافي ثم إطلاق سراحه بعد ذلك. السؤال يا أستاذ أحمد، وده ربما يكون تفتيشا في ملفات الماضي لكن تؤثر في الحاضر، أين اختفى الإمام موسى الصدر؟ هل أخفاه القذافي وقتها، أم أنه بريء من هذه التهمة التي تلاحقه كل عام؟ يعني والله هذا ملف طبعا شائك ومؤلم أيضا، لأن هذه العقود من الزمان حاولنا عندما كنا في الدولة مع الإخوة في لبنان ومع في إيران وفي ليبيا وفي إيطاليا وفي سوريا إيجاد فك لهذا اللغز الذي طال مداه، وكل يوم تظهر بعض الحقائق كل مرة في مكان حول هذا الموضوع. الآن الدولة الليبية في يد
خصومنا وكل الملفات والأوراق موجودة هناك. 5 سنوات لم نستطع أن نحصل على إجابة حول هذا الموضوع، ولم يكن هناك أي خلاف منطقي بيننا وبين الإمام فك الله سره. فنحن مع الثورة الإيرانية، ونحن مع القضية الفلسطينية، ونحن مع لبنان، وكنا متواجدين بقوة في لبنان. فليس هناك مصلحة في ليبيا في إخفائه أو في، وللأسف الآن هذه القضية لم يعثر فيها على حل. يؤكد هذا الكلام أن القوى التي وراء هذا الموضوع لم تكن يعني ما زالت تحمل هذا السر، والوثائق الليبية كلها موجودة في ليبيا وبعضها نقل لبعض الدول الشقيقة. بس انت من 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 حاملي مفاتيح الخزائن الأسرار. اما الوضع نعم، يعني ما هي مع لو قلت لك ما هو تحليلك او معلوماتك المتعلقة بهذه الواقعة؟ والله نحن كيف اختفى موسى الصدر؟ شوف، نحن حاولت انا شخصيا يعني في التسعينات على ما اذكر العمل، لان هذا العمل اثر على علاقتنا بالشقيق لبنان، وحاولت مع الرئيس بشار ومع الرئيس لحود ومع الرئيس خاتمي في ذلك الوقت، وزرت طهران وزرت بيروت اكثر مره وزرت دمشق اكثر مره، وشكلنا لجنه فيها، والرئيس خاتمي رشح السيد أبطحي صديقه ومدير مكتبه، وأبو وائل رحمه الله رشح من قبل سوريا، وأنا كنت عن ليبيا، ومن لبنان كان مدير الأمن، وعقدنا سلسلة من الاجتماعات في ليبيا وفي طهران وفي دمشق وفي أعتقد حتى دول أوروبية، وطلبوا أن تكون هناك إعادة فتح الملف من جديد، وقدمنا كل وثائقنا ما لدينا، وقدمت إنابة للقضاء الإيطالي، وجاء مرة أخرى ليفتح هذا الملف لأنه حكم في الماضي أنه دخل لليبيا. وثائقكم أنه الإمام موسى الصدر خرج من ليبيا إلى إيطاليا، أنه غادر. طبعا لما حكم القضاء الإيطالي قيل أخواننا في حركة أمل يقولون أنه لم يغادر وأنها كانت مسرحية، والقضاء الإيطالي مرتشي للقذافي أو تحت سيطرة ليبيا أو والمحاولات كانت مستمرة في كل ما يظهر بصيص أمل أو موضوع أو دلائل، كان هناك حراك لإيجاد فك هذا اللغز. الآن بعد 5 سنوات أعتقد أن بدأت أنا واحد من الناس أحس أن مؤامرة كانت على ليبيا بقدر ما هي على الإمام فك الله سره، ونحن نتألم كما تألم عائلة الإمام لهذا الفقدان. وبهذه المناسبة أنا أريد أن أدعو السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن ابننا هاني بال، لأنه كان في ذلك الوقت عمره 2 سنة وقت اختفاء الإمام موسى الصدر. إيه يعني الآن إلا إذا كان عيسى عليه السلام كان يحدث الناس وهو صغير، لكن يعني هم يحملونه مسؤولية الأب. لا يليق، لا يليق أولا، يعني لا يليق بلبنان وبقياداته ونحن تواصلنا مع الجميع بالمناسبة، يعني من طهران إلى لبنان إلى دمشق إلى كل إلى حزب الله والقوى المؤثرة الشيعية، واستهجنوا كلهم هذا العمل وأفرج عنه، ولكن السلطات اللبنانية الآن أعادت القبض عليه. أعادت القبض عليه، يعني لم أجد تفسير. ويؤسفني أيضا أن كان هناك رد فعل في ليبيا، لأن هناك آلاف اللبنانيين في ليبيا اختطف منهم 2، وأصبحنا دخلنا في وضع لا يليق. وأنا أطلب من إخواني في ليبيا أن يفرجوا عن هؤلاء من الأبرياء، وفي نفس الوقت على السلطات اللبنانية أن هي سلطات، يعني أنا أتحدث عن خاطفين مجهولين، عليهم أن يفرجوا فورا عنه، حرصا على عدم وجود تداعيات. الأمة ليست في حاجة إلى مزيد من الدمار، والكل يعرف أنه بريء من هذه القصة ونفسهم يقولون هذا، إذن لماذا
وهو لاجئ سياسي لدى سوريا. وحكومة الليبية مشكورة، ووزير العدل الليبي مشكور، قدم أنه ليس مطلوبا للإنتربول وليس مطلوبا لأي جهة في ليبيا، وبعث وفد، للأسف الوفد عومل بطريقة غير مسؤولة في لبنان وسفر من هناك. لبنان الحضارة، يعني صدمنا، أنا شخصيا صدمت أن أشاهد هذا التصرف من الحكومة اللبنانية. ولكن إحنا الوضع العربي دخلنا كلنا في اللامعقول، يبدو أن هذه أمة كما يقول الشهيد القذافي جاء أجلها، أصبحنا نتصرف بسلوكيات غريبة يعني. ما بس من توجه إليه الاتهام في اختطاف موسى الصدر وإخفائه وربما قتله، لأنه اللي هيختفي كل هذه السنوات قتل. هم يسربون تقارير في لبنان على أنه احتدم النقاش بينه وبين القذافي، وانطلاقا من ذلك أخفاه وقتله. شوف، كان من الإنصاف أن نضع أكثر من هو صاحب المصلحة في اختفاء الإمام، ويكون من ضمن هذا قد يكون ليبيا مسؤولة بشكل أو بآخر بحكم نظرها أدبيا أن تساهم في الكشف البحث، وهذا ما فعلناه مع الطليان وما فعلناه مع الإيرانيين ومع أخواننا في سوريا، وقلنا لهم هاتوا أي دليل، هاتوا ملفاتكم، هاتوا ما لديكم. ونحن والآن سقط القناع، القذافي أصبح شهيد في ذمة الله الذي يتهمونه، والدولة موجودة لديهم والأوراق موجودة لديهم. إذن لماذا، ما ذنب هذا الشاب الذي يضعونه في السجن وواجه وهو مريض صحيا؟ يعني مسألة أصبحت أخلاقية. هانيبال مريض صحيا؟ أيه، كمريض شلوه مستشفى أكثر مرة. يعني وكان عنده سنتين وقت اختفاء الإمام يعني موسى الصدر هذا. ولكن كما قلت لك دخلنا في اللامعقول في الوطن العربي، وأصبح كل شيء عموما إن شاء الله في نفس السياق عشان ننقل للمنطقة. يعني تعتقد هل يمكن أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في سيف الإسلام القذافي يوما ما؟ لا لا، سيف لماذا يحكم؟ لماذا يعدم؟ لماذا يعدم؟ حكموا عليه بذلك. من الذي حكم عليه؟ هؤلاء الذين حكموا عليه، لو والليبيين يعرفون كلامي هذا ويسمعونه هذه الليلة، من يحاكم من؟ أدعوهم هذه الليلة وبهذه المناسبة ونحن على مشارف مواجهة قد تكون دموية كبيرة في ليبيا. دموية كبيرة؟ أي يعني طبعا طبعا، لأن كما قلت لك هناك حكومة ستفرض، وهناك قوة تريد مواجهة هذه الحكومة وأقسمت بأن لا تدخل إلى ليبيا. يا أخوانا افرجوا عن كل الناس اللي لديكم، تعالوا إلى كلمة سواء، من يحاكم من بعد هذا الدمار؟ ماذا فعل سيف الإسلام؟ ماذا فعل هؤلاء الذين في السجون مقابل ما فعلتهم أنتم في هذه الأربع سنوات العجاف؟ نحن لا نريد أن ننكع جراح، ولكن أقول لكم وأمد يدي هذه الساعة، عليكم أن تفرجوا عن كل الليبيين الذين لديكم دون قيد أو شرط، لأن لا نعرف من يحاكم من. علينا أن نعمل مصالحة كبرى بين الليبيين لكي نجد طريقنا. ليبيا أمامها سيناريوهين وأنا سأطرح الثالث. الأول، أما أن يفرض الغرب، وأسمع قرقع الصواريخ وبدأت المياه الإقليمية تعج بالأساطيل من جديد كما كانت في 2011، وهناك آلاف المقاتلين الأجانب وبعضهم تدفق إلى ليبيا، قوة تسلت إلى الأرض الليبية كما تسلت في 2011. أرجوكم قبل أن تحدث هذه المواجهة، دعونا أن نخرج من هذا ثم في ليبيا الآلاف المؤلفة من الأجانب الذين جاءوا ويتدفقون كل يوم للأسف بطائرات تركية ومن السودان ومن قطر إلى ليبيا. أخونا الدوسري وبقية الإخوة يجمعونهم بيعا وشراء، يدفعون أموال لجلب هؤلاء الناس الأجانب الذين جاءوا، ومن بوكو حرام، ومن أيضا من الحركة الجديدة في نيجر، لديهم حركة جديدة
وكل يوم تظهر هذه الحركات سندخل في دوامة أمام نسينا، إما أن ينتصر الغرب ونعود إلى ما قبل 69 قواعد ووجود أجنبي والحكومات تشكلها السفارات، وهذا شيء مهين ثرنا عليه في فجر الفاتح، ومن العار أن يعود. قد نختلف سياسيا، نظامنا ما مش عاجب الليبيين، قصة هذا مقبول، أما نعيد من جديد بلدنا إلى هذا الوضع أعتقد هذا ليس لا يليق بالليبيين المجاهدين الذين دفعوا مهر ليبيا دم لكي تتحرر من الترك ومن الطليان ومن المستعمرين. وأيضا السيناريو الآخر أن ينتصر الطرف الآخر، وأيضا هذا أيضا يدخلنا في دوامة أخرى قد لا يعوها حتى صنعوها، صومال جديد أو في أحسن ظروف أفغانستان. الصومال لها 25 سنة قائمة وأكثر، أفغانستان ترونها كل صبح كيف يحدث فيها، لا قامت الدولة الإسلامية ولا بنية الدولة، شرد الشعب والأمراض والتنكيل والدمار لأمة الإسلام. إذا كان هذا الطريق ودي لها نتيجة يجب أن يتوقف. ولذلك هذه الليلة أريد أن أقول لأهلي في ليبيا وقبل فوات الأوان، قد تشهد الأيام القادمة تداعيات خطيرة ونحن نراقبها عن كثب، قد لا نكون طرفا فيها، قد لا نكون طرفا فيها. احنا أهلنا موجودين، قبائلنا موجودة، ناسنا موجودين، القوات المسلحة أيضا موجودة، لكن هذه المواجهة قد نريد أن نخرج من هذا الخلاف الذي لا معنى له ولا ننصر فيه أحد. الحل هو أن لا نتحدث نحن عن سبتمبر ولا نتحدث عن فبراير، لكي يتجمع الليبيين حول هدف واحد، لا راية خضراء ولا راية فبراير التي جاءت في 2011 مع حلف أطلسي. نرفع جميعا راية بيضاء للسلام. يقول بعض الإخوة راية الاستسلام، نحن نستسلم للوطن، قمة شجاعة. هي الراية البيضاء دائما للاستسلام ولكنها أيضا للسلام. نحن نريد السلام لليبيا، من يريد حقا دماء الليبيين، من يريد الوقوف عن هذه السيناريوهين الخطيرين المخطين الخطيرة التي تؤدي إلى ضياع نهائي، خصوصا إذا ما حصلت هذه المواجهة وهناك مؤامرة كبيرة على الجزائر الآن نعرفها جيدا ويعرفها الإخوة في الجزائر، هناك ملايين تدفقت إلى الجزائر وهناك عمل يجري حثيثا بواسطة بعض الأدوات للأسف الليبية تساهم في تفتيت الجزائر، وبعض إذا ما تعرض الجزائر لخطر أنا واثق أن الجيش الجزائري سيواجه هذا بقوة، سيتدفق على ليبيا عشرات الآلاف من المقاتلين وتصبح ليبيا في مهب الريح مرة أخرى بين الذين يتفقون من بوكو حرام من نيجر من مالي، وأيضا أخوتنا في المغرب لن يكونوا في منأى إذا ما الجزائر تعرضت للمنطقة كلها قد تدخل في دوامة لا نهاية لها، لن يسمح الغرب بهؤلاء لينتصروا وسيبقى على شواطينا وسيسحق كل صبح شبابنا ومدننا وقرانا وسيهجر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف على ما نحن فيه الآن من لذلك بمسؤولية. وأيضا لا نريد لا نقدم تنازلات للآخرين ولا يقدمون لتنازلات، نحن نقدم تنازلاتنا هذه للوطن وحرصا عليه وقبل فوات الأوان، ليرتفع فوق كل بيوتنا وشوارعنا وسياراتنا ودباباتنا وطائراتنا علم أبيض، هذا العلم هذه الراية راية السلام لليبيا، تجعل نحن خصوم الأمس حلفاء اليوم في مواجهة هذا الواقع الجديد الذي قد يهددنا، وبالتالي نطرح بديل لا لأخواننا في الغرب وفي حلف أطلسي يتوقفوا عن جعجعة الأساطيل، ونحن نقيم حكومة محايدة ليست لهذا الطرف وليس لهذا الطرف، هذه الحكومة المحايدة نقبل بها جميعا ونختار فيها شخصيات ليبية قادرة ومسؤولة. أنا لا أطعم في من اختاروهم الآن في الحكومة هذه، الحكومة في حكومة تونس اللي في تونس هذه الآن حكومة في المنفى هي في تونس أي مقيمة في تونس كيف تمارس عملها في تونس؟
والله أهو بكل وسائل لا يستطيعون الدخول إلى ليبيا؟ بكل وسائل التقنية الحديثة لا يستطيعون. إذا ما دخلوا ليبيا قد يتعرضون للخطر، وأنا أشك أنهم يستطيعون يعودوا ليبيا. لذلك هذه الحكومة أنا لا أطعن في أن أشفق عليهم، أخونا السراج ومن معه ليس لديهم خبرة سياسية ولا عسكرية، ولا يستطيع أن يقودوا هذه المرحلة مع احترام شديد لهم وخوفا عليهم. بس العالم كله يرحب بهذه الحكومة وهذا الاتفاق ويهلل له وبيقولوا خلاص الوضع في ليبيا. أي إذا هذا العالم إذا يضع علم استفهام على هذه الحكومة، عليها أن يهلل لها الليبيين، لازم يهلوا عليها في طبرق وفي، ولازم تقسم لليمين أمام البرلمان على الأقل شكليا، يحللون هذا الحرام الذي يقومون به. ثم لابد أن يكون أنصار ثورة الفاتح طرف في هذه الحكومة أو في هذه الدولة. نحن على الأقل بكل تواضع أنها تشكل أكثر من 50% من الشعب الليبي. 50%؟ أكثر من 50. أنا بكل تواضع وكل، وهذا يشهد به كل الليبيين. أنصار نظام السابق طبعا، نحن القبائل ونحن نظام ونحن القوى السياسية ونحن القوى المسلحة ونحن الفنيين والخبراء والدبلوماسيين، النخب تاع ليبيا هم حسبوا كل من واجه حلف أطلسي خصم لهم، وعملوا قانون وألغي الآن وأشكو وأحيي البرلمان على هذا الموقف، العز السياسي، قوانين، مجموعة قوانين سيئة السمعة فصلت بين الليبيين وقسمتنا. الآن أرجو يا أخواني في هذه الليلة، وأنا أعرف كثير قد يشتمني من الطرفين الذين تضيق صدورهم لهذا الكلام، ولكن الوطن أكبر منا جميعا، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا، وهذه قمة الشجاعة من كل أطراف دون استثناء. أنا لا أستثني أحد، أن نجلس معا لنعيد القراءة ونجلس من أجل الوطن. تعالوا كل يخفي رايته الآن بغض النظر عن الرايات وعن الأفكار وعن المشروعات، كلنا لا نريد قوة أجنبية تهيمن على بلدنا، ولا نريد بلدنا يساق نحو الهاوية، لأن هذا الطريق سيؤدي لهذه النتيجة حتما، وهذا ليس تنجيما أيضا، هذه معطيات تؤدي لنتائج. لذلك عندما ترتب هذه الرايات البيضاء فوق شوارعنا ومدارسنا وجامعاتنا وشققنا، جارك يحمل راية فبراير أو سبتمبر وأنت ترفع راية مخالفة، أنتم خصوم. إذا ما رفعت راية بيضاء وهو رفع راية بيضاء، إذا أنتم إخوة. ووحدنا توجه الليبيين، المعركة الواجبة الآن في ليبيا ليست صراع سياسي لا بين سبتمبر وفبراير، لا حتى بين أنصار الشريعة وبين الآخرين، المعركة لإنقاذ وطن، هذه السفينة اللي فيها نحن كل جميعا تواجه مأزق. وأنا أقول هذا الكلام، الرائد لا يكذب أهله، أنا أقول هذه الحقيقة بدون مزايدة ودون دون دون دجل عن الناس. أنا أستطيع أن أقول كلام مغاير عن هذا وأزايد، ولكنني في هذه اللحظة وبحكم مسؤولية الأخلاقية وتجربتنا ومعلوماتنا التي لدينا، وأنا اجتمعت بكل الليبيين وبكل طوائفهم وكل من كل مدننا وقرانا ودون استثناء، وجلسنا لساعات طويلة وتحدثنا وتحاورنا واختلفنا واتفقنا، لا أجد في هذه الساعات إلا هذا الحل الذي ينقذ الوطن. وأرجو من البرلمان أن ينصت لما أقوله جيدا ويقبل بهذا. إذا كنا أخواننا الذين قد يقول أحد الآن هذه الراية راية دستورية، لا علاقة لها بالدستور، هذه الراية لم تقر في دستور ولا تقر في شيء، راية في فبراير، وإن كانت لديها جماهيرها فنحن أيضا الراية الخضراء هي راية الرسول، وسقطت تحتها عشرات الآلاف من شبابنا. هذا ليس إذا استمرنا في هذا الصراع لن ينتهي ولن ينتصر أحد. إذن علينا أن نتوقف، خلي رايتك في بيتك وأنا أخليها في بيتي، خلي راية أنصار الشريعة وبقية وحتى أخواننا الأمازيغ وحتى برقة وحتى إلى أن تأتي المعركة الأخرى. المعركة هي معركة صراع السياسية، ليطرح كل عندما يخرج الوطن من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه ويبتعد عنا قعقعة الصراع، نجلس ونقرر مصير ليبيا، عالمها ونشيدها ونظام السياسي، ونقبل بما يقبل به كل الليبيين جميعا. هذه محاولة أخيرة قد تكون، وإلا يعني سنجد أنفسنا وقد لا نستطيع نجد فرصة لقول ذلك مرة أخرى، لأن ما نستطيع أن نقوم به الآن لا نستطيع أن نقوم به غدا. وأنا أقول وأنا أعرف شبابنا وأهلنا منذ هذه الليلة يرفعون على بيوتهم وعمراتهم وسياراتهم وفي
مدنهم وفي محلاتهم التجارية رأيتهم بيضاء. الرأي البيضاء ليس ضد أحد، رأي للسلام. أنا أريد أرفعت رأي بيضاء فوق بيتي لأن أريد السلام ليبيا، أريد حق دماء الليبيين، أريد أن نقيم دولة العدل والمساواة لكل الليبيين، لا نريد خصومة مع أشقائنا الآخرين، لأن من يموت هنا هو ليبي والطرف الآخر ليبي. إذا مسحقنا أنفسنا ودخلنا في مواجهة، هذا العناد لن يؤدي إلا إلى دمار بلدنا وضيعها، وعلينا أن نتصرف مسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة. وهذا الكلام موجه للجميع، من أخونا السراج إلى برلمان طبرق إلى كل القوى السياسية إلى أهلي من قبائلنا التي أحييها في هذا المساء، لأنها تحاول أن تلملم جراح الوطن وتحاول أن تصنع من خلال التحالف القبلي الذي تحاول أن تقيمه، ولكن يظل الخلاف بيننا وبين الآخرين. وأيضا كثير من شبابنا عزفوا عن العودة للقوات المسلحة لأنهم يرون هذه الراية تمثل رمز لفبراير، وإذا ما قاتلوا تحتها غدا يقولوا أن فبراير انتصر وهزمت ثورة الفاتح. لا نريد مهزوم في هذه المعركة، ينتصر الوطن، وفعلا لن ينتصر أحد غير الوطن إذا استمر هذا الوضع بهذا الشكل. طيب، لكن البديل بتقول أنه البديل في ليبيا سيكون اقتتالا دمويا كبيرا، من أين جاءتك أيضا هزيمة؟ هل هذه معلومات على أرض الواقع ولا تخمين؟ لا لا لا، نحن متواجدين في ليبيا في كل شارع، ومن المدينة القديمة إلى وادي الربيع إلى جنزور إلى غريان إلى تجورة، على الأقل المنطقة الغربية الآن اللي العالم يعد لها العدة وهم أيضا يعدون العدة. وأرى من يتدفق عبر الكفرة والسودان ومن يأتي من النيجر وبوكو حرام ومن نيجيريا، وأعرف الذين يأتون من تونس في الجرافات، جرافات أخوتنا في زوارة، عليهم أن يتوقفوا عن هذا العمل الذي يدمر الناس، وهم ناس طيبين ومفروض ما يخشوش في هذه، وهم بضعة أشخاص عموما لا يعبرون إلا عن أنفسهم. إذا ما ارتفعت الرايات البيضاء بكرة في زوارة والتحمت مع رجدالين ومع جيرانها ومع النوايل ومع العجلات ومع الزاوية ومع صبراتها ومع سنشكل ثقل. نحن 6 مليون ليبي إذا ما استجابوا لهذا النداء سيكونوا في منجع عن هذا، ويسقط هذا المشروع المعادي لبلدنا، وتعود بلدنا مزدهرة وآمنة، ويعود المهجرين الذين أحييهم هذه الليلة وأشد على أيديهم وعلى معاناتهم وعلى آلامهم وعلى حاجتهم، ولنمحو هذا العار التاريخي الذي قد نكون شاركنا فيه جميعا. طيب، هقول بس بعض الأسئلة بسرعة عشان الناس اللي بتتفاعل معانا. سحقا وتبا لمؤامرات الخراب العبري التي خربت بلادنا وفرقتنا، مصر وليبيا مستقبل العرب، بحبك الشيخ العرب، أتمنى لقائك. أنا من أسرة ليبية في مصر وعاوزة تليفون الأستاذ أحمد يساعدنا، حديله تليفونك أو حديله تليفون كل أسرة. سؤال، لماذا خذلت القذافي وتركته في محنته؟ ده سؤال عن الموقف الذي أخذته. خوي أحمد قذافي الدم، لماذا لا تأتي لبركة ونحط إيدينا في إيدين بعض لإنقاذ ليبيا؟ وأنتم تعرفون بركة وأهلها. إدريس عابد العبيدي والشاعر محمد بوستة، أحسن بلد ليبيا بس داعش بجد خربته. يا أستاذ احنا عايزين نروح ليبيا بدل ما نروح هجرة غير شرعية. على كل القبائل الليبية مع بناء ليبيا الجديدة. ابن مطروح ياسر، عندنا في تعليقات كثيرة. هل كان يجرؤ أحد أيام القذافي أن يحتجز ابنه في لبنان؟ أحمد قذافي الدم، وكأننا نسمع القذافي. أنا النقيب مهند الدالي، ضابط شرطة ليبي، عندي كم سؤال للأستاذ أحمد، وأنا أحبه في الله ولكن أريد أن أسأله، لماذا انشق على نظام القذافي وما هي وجهة نظره
في هذا السؤال، وماذا فعل في المهجرين الليبيين في مصر؟ هل قام بمساعدتهم؟ وأرجو من جمهورية مصر حكومة وشعبا أن تصدر قرارا استثنائيا لإقامة الليبيين في مصر. وأشكر الشعب المصري لاستضافة الليبيين. في سؤال أيضا، قل لنا بصراحة ما هي علاقتك بالفريق خليفة حفتر قائد القوات المسلحة في ليبيا؟ يوسف الشاعر، يا ليت حكماء العرب مثل القذافي وصدام حسين وجمال عبد الناصر يعودون. أحمد قذافي الدم، الصندوق الأسود لليبيا لمدة 40 عاما، متى تعود ليبيا دولة؟ دي جزء من الأسئلة. أستاذ وائل، نحن عائلة ليبية في القاهرة حاليا ومحتاجين لمساعدة أستاذ أحمد، هنعطي تليفونكم. أستاذ أحمد، دي بعض التعليق. ربما أهمها السؤال، في سؤال عن ما هي علاقتك بالفريق خليفة حفتر قائد القوات المسلحة في ليبيا، والذي يمثل الرقم الصعب في ليبيا الآن، ويتعامل معه البعض على أنه مخلص، يمكن أن يخلص ليبيا من الجماعات الإرهابية. طبيعي الفريق خليفة وزملائه هم تنادوا عندما أصبح الذبح والقتل في العسكريين وفي النخب في بني غازي، وبدأوا في تجميع أنفسهم لبناء لملمة شعت القوات المسلحة، وهذا عمل وطني، وأنا مع بناء القوات المسلحة ومع دعمها دون إبطاء. وأدعو بهذه المناسبة كل العسكريين الليبيين سواء في الخارج أو في الداخل بأن يتناسوا أحقادهم وأن يعودوا إلى وطنهم وأن يلتحموا بالقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. لدينا 10,000 مقاتلين سيكفونا كثيرا، أي ولا نحتاج في هذه الحالة من لا حلف أطلسي ولا حلف أطلنطي أن يأتوا إلى ليبيا لكي يساعدون الليبيين في بنائهم. نحن لسنا عاجزين، نحن نملك من الخبرات والكوادر والقدرات العسكرية ما يستطيع فرض الأمن في ليبيا في بضعة أسابيع إذا ما رفعوا عنهم القيود التي للأسف المجتمع الدولي هذا المنافق وضعها على ليبيا، ووصلنا إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه. طيب، لكن هل توجد علاقة شخصية أو اتصالات مع الفريق خليفة حفتر؟ طبيعي، بالنسبة للفريق خليفة هو أحد ضباط الأحرار في ليبيا الذين فجروا ثورة الفتح العظيمة، وتزاملنا طويلا في القوات المسلحة، وأعرفه يعني معرفة جيدة وتربطني بعلاقة جيدة، يعني ليس هناك أي خلاف بيننا الآن، خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا. نحن الوطنيين الأحرار حتى إن لم نكن نعرف بعض، نحن أكيد نتفق لإخراج الوطن من هذه الورطة التي وقع فيها. طيب، ولكن أنصار القذافي دائما ما يوجهون إليه اتهاما بأنه ساهم في إسقاط القذافي أيضا، هل ستنسون كل هذه الملفات؟ نحن نريد أن نتجاوز الماضي لأن ما هو قادم أسوأ، نريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن، نريد أن نداوي جراح الوطن الذي أكبر منا جميعا. قد نختلف في مراحل معينة، وقد ولكن يجب أن نختلف على بناء الوطن ووحدته وحريته وخروجه من هذه الوضع المهين الذي وصلنا إليه. طيب، عندي هنا ناس كتير بتقول سنرفع الراية البيضاء وسنؤيد هذه المبادرة. طيب، في السؤال الحمد لله، في السؤال يعني يبدو الراية البيضاء، في السؤال اللي سأله واحد بيقول لك أنا من برقة، لماذا لا تأتي ونضع أيدينا في أيدي بعض؟ ماذا يقصد؟ ربما لا أفهم رسالة. والله برقة، أنا محسوب على برقة، أنا اشتغلت 13 سنة في القوات المسلحة في برقة، منهم 9 سنوات في طبرق الحبيبة التي أحييها اليوم وأحيي قبائلها وسكانها وأحن إليها كثيرا، وقضيت فيها أجمل سنوات عمري، وفي البيضاء في قرنادة وفي طلميثة وفي المرج وفي بني غازي.
أعرف الكثير من الناس اللي فيها وسكانها طيبين وأحيي موقفهم الآن من حمايتهم للبرلمان ولمحاولة لملمة الوطن، وأيضا من إخوانهم المهجرين الذين بدأوا يعودون إلى برقة دون قيود ودون أي رعب أو خوف، ويحتضنونهم ويقدمون لهم يد المساعدة. وأنا أدعوهم أيضا، أنا مستعد أن أعود في أي لحظة إلى ليبيا، هذه بلدي ويشرفني هذا، وأنا جندي في النهاية لبلدي. وأيضا ليس هناك بيننا وبين ما يجري في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، الآن الليبيين كلنا لم يعد بيننا خلافات. الليبيين عندما ينادي الوطن ننسى كل خلافاتنا ونسقط كل ما بيننا ونهبه لنجته، وليس المرة الأولى في تاريخنا ولن تكون الأخيرة على ما أعتقد. طيب، السؤال اللي سأله البعض إنه القصة موقفك من النظام في ليبيا والبيان الذي أصدرته وخروجك على القذافي، وهنا السؤال متعلق لماذا خرجت على القذافي وانشقيت عن النظام في بدايات الثورة الليبية؟ أنا لم أنشق على القذافي، أنا معمر قذافي هو أخي، عشنا تحت سقف واحد وانضممنا إليه ونحن طلبة، وقاتلنا كل معاركه ونحن نتحمس ليتنا في كل ما قام خلال عهده، وهذا شيء نتشرف به. لو كنت مختلفا معه لماذا أدافع عنه الآن؟ لأن هو في رحاب الله شهيدا، كان ينبغي أن أستمر في هذا الخلاف. لا، هذا لم يكن موجودا. إن كان في البداية هناك اختلاف في بعض وجهات النظر فمن أجله، لأنني معه وليس لأنني ضده. وعندما يدخل الناتو إلى بلدنا يصبح الخيار لم يكن خيارات بين الحق والباطل، بين خندق الوطن وأعداء الوطن، مهما كانت خلافاتنا أو مهما كان الصراع الذي بيننا في. وأنا سأظل وفيا لمعمر قذافي ما حييت. هذه مسألة ليست محل نقاش من مزايدين الذين يحاولون أن يزرعوا هذا الموضوع. أما أن وجهات نظر، نحن طول عمرنا عندنا وجهة نظر في بس أنت هل أخذت موقفا من التعامل العنيف من السلطة في ليبيا في بدايات الثورة؟ هو الآن بعد ظهرت الوثائق كلها في الغرب وبدأوا يكتبون، برلسكوني من أسبوع تكلم، الرئيس أوباما نفسه، الفرنسيين يتكلمون، قالوا احنا أخطأنا في إسقاط معمر قذافي. هي المؤامرة كانت بادية منذ زمن، الأساطير التي تحذر منها الآن هذه كانت على شواطئ ليبيا من شهر 10 و11 كانت تتواجد، وشهر 1 يعني قبل هذه الانتفاضة وقبل ما يتحدثون عنه كانوا متواجدين على شاطئنا. إذن هذا عمل لم يكن موجه لليبيين، وكل ما قيل في ذلك الوقت كشف الغطاء عنه الآن، وأصبح يقولون حتى اللي شاركوا في فبراير وبعض من قياداتها يقولون أننا وقعنا في فخ المؤامرة على بلدنا وبعنا بلدنا وضيعناها، ونحن لذلك نعتبرهم ضحايا أيضا. ولا نريد أن نقول لهؤلاء اليوم، يعني إحنا باب الوطن يستوعب الجميع، ونحن لا نريد الانتقام ولا نريد القصاص من هؤلاء، ولا نريد أن أيضا من جماعتنا أن يمارسوا هذه المزايدة الزائفة، فالوطن يضيع، لم يعد هناك، قد لا نجده غدا، ما نبكي عليه. طيب، السؤال عشان أنطلق بس من الوضع في ليبيا، عشان بس كل مصري يعني ربما يتابع الوضع في ليبيا بعين مصرية أكثر. تحدثت وتخاطب الأوضاع في ليبيا، لكن هل تعتقد أن مصر ستكون أيضا في خطر إذا وصلنا إلى البديل الأسوأ اللي حضرتك بتكلم عنه، الاقتتال الدموي وسيطرة جماعات إرهابية وتنفيذ هذا المخطط، هل سيؤثر على مصر؟ كل مصري حيعني هذا السؤال. شوف، الذي يجري على الساحة شمال أفريقيا واضح من العيان،
لو وللأسف كله في الدول الإسلامية، وأيضا هل هو موحى به، هل هو نتيجة طبعا المؤامرة موجودة، الغرب يريد أن يدافع عن نفسه ضد الإسلام، ما في ذلك شك، يرى الإسلام خطر عليه وبيدافع، لكن نحن ماذا فعلنا للدفاع عن أنفسنا؟ هذا السؤال. الأوضاع التي في ليبيا، أي تداعيات تحصل في الجزائر لا قدر الله سيكون الوقت متأخرا جدا لإنقاذ أي شيء في تونس أو في ليبيا، وتصبح مصر مهددة، وتصبح كلها الساحل الصحراوي هذا كلها في غابة واحدة. وأنا أخشى ما أخشى، لأن أنت عارف أن نيجيريا هذه بوكو حرام، بوكو حرام فيها يعني أكثر من 100 مليون مسلم. نيجيريا، وما أعرفش الناس قد لا تعرف الخريطة، نيجيريا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، وطبعا عندما أقول مالي، مالي مفتوح على حتى على أكثر من دولة، هذه كلها ستصبح ساحة واحدة للمعارك. أيضا شمال تشاد قد يتعرض أيضا لهذه، وتشاد الآن معرضة لمؤامرة ويحاولون التآمر على الرئيس التشادي، لن ينجو أحد. هذا في شمال أفريقيا. إذا ما هددت مصر من الجنوب ومن الغرب يعني حيصبح الوضع صعب، وأيضا من الشرق الآن هم يحاولون افتعال بعض المشاكل لمصر. أي شخص عسكري أو استراتيجي أو يفهم في هذا السوق يعرف أن هذا لابد أن معالجته بشكل سريع قبل فوات الأوان. الجزيرة العربية يعني الخلايا هذه موجودة في 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 المملكة وفي الكويت وفي قطر وفي حتى قطر، لن تكون في مأمن ولا البحرين ولا الإمارات ولا كل هذه الدول، والأردن موجودين فيها طبعا ما في ذلك شك. احنا ما نتكلم عن وهم، ويعرفوا الناس اللي في الأمن في هذه الدول يعرفون كلامي جيدا ويعرفون ما أقول. إذا ما هذه هم يعملون هؤلاء جميعا كل هذه القوى من أندونيسيا إلى ماليزيا، إلى إحنا دائما مقاتلين من أندونيسيا ومن ماليزيا ومن بنغلاديش ومن في ليبيا الآن. في ليبيا وهذول موجودين متواجدين في كل هذه الدول اللي سميتها، سواء خلايا نايمة ولا صاحي زي ما يقول عليهم هم. إذا ما نودي، لأنهم ناس مساكين بسطاء، للجهاد، وخاصة إذا ما دخل الغرب بجوشه الناس لم تعد تطيق هذا الغبن، كمن يرش السكر للنمل، سيدفقون على ليبيا وحتنفجر هذه المنطقة بالكامل ولن ينجو أحد. ولذلك أنا عندما أدعو إخواننا في العرب لقمة طارئة لمعالجة هذا الوضع قبل فوات الأوان، وأيضا إيجاد حلول. مثلا الآن أخوتنا في المملكة قاموا بمبادرة مهمة على الصعيد العسكري، أن الجيوش الإسلامية أو القوة الإسلامية تجميع الدول الإسلامية لمواجهة التطرف. طبعا هذه رسالة قد تكون نبيلة، يعني عندما نتكلم أنت مدافع عن الإسلام فعلا هذا مش إسلام، يعني الإسلام اللي يروع الناس يعني هذا ليس إسلام. الإسلام هو الذي يبعث الأمن في النفوس، إسلام الذبح والصلخ في المسلمين مش حتى في أطراف أخرى. لكن المعالجة ليست كلها صواريخ يا أخوانا، ولا طائرات، ولا هذا يؤجج الصراع ويؤجج الحقد بين الدول ويحرك مشاعر حتى المواطنين العاديين، وهذا الطريق لن يؤدي إلى الحل. الحل العسكري جزء من عدة حلول، آخر الحل آخر العلاج الكي. علينا أن لا نيأس ونستنفذ الوسائل السلمية والحوار مع كل أطراف، لا نقفل أبواب. إحنا عشنا، وأنا شاركت في هذا بالمناسبة في مع أخوتنا الحوثيين والرئيس علي صالح ورحم الله الأمير سلطان وإخواننا في السعوديين، عملنا على حل مشكلة أكثر مرة. موضوع الحوثيين هذا ليس جديدا، يعني الصراع كنت جزءا من مفاوضات تتعلق حينما
بس الصراع كان بين علي عبد الله صالح والحوثيين ونجحنا. هي نفس القصة، نفس المسلسل، نفس الأشخاص ونفس الأفراد ونفس البشر ونفس الأساليب. لكن لا، نجحتم من أي مثل؟ يعني الآن علي عبد الله صالح والحوثيون حلفاء. نعم. كان يتقاتلان من قبل، بتقول أنا شاركت في مفاوضات للم الوضع ولم الشمل في اليمن، كيف؟ شوف، عندما نصل إلى عناد يصبح جعجع، قد يكون جعجع، ولا أذكر واحد لحود، آسف، الجنرال لبناني تحالف مع الدول الصهيوني في حرب الأهلية اللبنانية، كان أنطوان لحد، لحد آسف، أنطوان لحد، لحود رجل محترم طبعا، لحود وحييه في هذه الليلة، وصديق عزيز ورجل حقيقة طبعا، وهو رجل مع يعني المقاومة ويساند المقاومة، وأعرفه جيدا يعني. أنا آسف، تتحدث عن أنطوان لحد، وبعده أو ربما وأيضا في صراعنا مع في صراعنا في عهد إيطاليا، عندما جبنا الوثائق الإيطالية من بعد ثورة الفاتح وقبلوا أيدينا وأرجلنا وقدموا الاعتذار للليبيين، وبالمناسبة الآن الذي يقود القوة اللي تهجم على طرابلس إيطالي يدعى بالبو، إيطالي أي يقود القوة التي تهجم أي طبعا الأمن ضمن في صفوف داعش، الأمن في ليبيا سيقوم به طلياني، إيطالي ضمن صفوف داعش، لا لا لا، إيطالي هذا قائد القوة الناتو، كلف الناتو أي أي قائد إيطالي يدعى بالبو. بالبو في تاريخنا هذا يعني يعرفه الليبيين جيدا، وفي جرح المشاعر مشاعرنا حتى من ناحية. في كل أحوال في ذلك الوقت عندما الليبيين حصل خلافات قبلية زي اللي تحصل في كل ما عاد استنجدوا أو طليان، نحن نقوله انضموا للطليان في مواجهة خصومهم، احنا مستفيد من هالدروس كلها. والآن يا أخواننا لا تذهبوا بعيدا، أرجوكم تعالوا تعالوا نبني وطن مع بعضنا، وعليكم أمان الله لن ينتقم أحد من أحد، نرفع راية بيضة، نجمع صفوفنا، نجلس على وطن، وطن لكل الناس، الوطن لا تستطيع أن تمنع هؤلاء من العودة إلى ديارهم، ولا تستطيع أن تحرموا هذه القبائل من أن تكون لها في وحتى هذه الساعة هي سيدة في أراضيها. وإذا دخلنا في العناد كل لن نعدم وسيلة في الحصول على وسائل للدفاع عن أنفسنا واسترجاع هؤلاء الناس. لا بس في سؤالي عن الوضع في اليمن، لأنك تبين لي أن الوضع بالإمكان سهل وهو ليس بسهل. لا بسهل، سهل جدا، وقلت سهل جدا. إن أنت تفاوضت من قبل في هذا الملف، تفاوضنا من قبل، ورحم الله أمير سلطان تدخل أيضا وكان له دور في هذا، ونجحنا في إيقاف الحرب بين الأشقاء اللي هم إخوة، واليمنيين لديهم طباع الأمير سلطان وزير الدفاع ولي العهد رحمه الله. نعم نعم نعم. يعني أقصد ليس هناك حل واحد لمئة مشكلة، هناك مئة حل للمشكلة الواحدة، ونحن نستطيع أن نقوم بهذا كعرب، نستطيع أن نجد مخارج ونأتي بخصومنا هؤلاء، نجلس معهم، تعالوا يا أخوانا على ما هو السر، ما هو المشكلة، هذا وطن لكل هؤلاء، لا أحد يستطيع أن يشتذ الحوثيين من, من, من اليمن. احنا رايحين فين؟ لا حسية، وانقلاب على السلطة، هي في السلطة اصلا، هي في الوطن العربي كلها نايضة. يعني الحوثيون الشرعية ما شرعية واحدة ما فيه، كلها الشرعية هي شرعية البنادق الان، وخلاص نستطيع ان اخواننا في المملكة يستطيعوا معالجة هذا الموضوع. الملك سلمان يستطيع في ايام معدودات، لا جنيف ولا الامم المتحدة ولا ندخل الغرب فيما بيننا، الغرب لا يريد، يريد أن يستدرج أخواننا في المملكة للمستنقع الإيراني، للمستنقع اليمني، للمستنقع السوري، وهذا يدخلهم في متاهة تستنفذ إمكانياتهم، وتدخلهم في هم طول عمرهم كانوا ناس عاقلين ولا يدخلوا في هذه. أنت مع أن يعيدوا النظر في في في، وأنا أعرفهم جيدا، وكنت سفيرا لزمن طويل في من الثمانينات مع الملك فهد رحمه الله والملك عبد الله بعده والملك سلمان الآن، أعرفه جيدا من أكثر من 35 سنة. أدعو في هذه الليلة أن يعيد قراءة المشهد، وأن تستخدم وسائل أخرى لحل هذه المشاكل، لأن ما يترتب عن خروج أو القهر لقوة ندفعها لطرف آخر وهذا يدمرنا، وهذا ما حصل حتى في حزب الله. حزب الله لما عندما طرد
الآن يقولوا إيران ما إيران، هو حزب الله عرب ومقاومين وقاموا بحركة مقاومة في الجنوب، عزلهم العرب واعتبرهم شيعة، وهم جاءت إيران قدمت المساعدة. من يقدم لك مساعدة لتحرير بلدك ولتحرير ضد الله؟ حتى إيران، إيران كانت دولة أيام الشاه معادية للعرب وحليفة لإسرائيل، جاء الثورة الإيرانية شالت العلم الإسرائيلي وأغلقت السفارة وفتحت سفارة فلسطين. عندها شعاراتها، عندها ما تريد، عندها ما تقول، هذا موضوع آخر خصهم. هذه دولة فارسية من حقها أن تعبر عن نفسها وتدافع عن نفسها. نحن لم ندافع عن أنفسنا ولم نعبر عن أنفسنا، وإنما نساق في معارك لا معنى لها، ونتعلم دروس، نتعلم من أخطائنا. كلنا أخطأنا وكلنا قد نرتكب بعض الأشياء، كلنا قد تصلنا معلومات كاذبة غير حقيقية عن مؤامرات. الآن يستطيعوا يجلسوا الإخواننا السعوديين مع الـ مع الـ مع الـ الرئيس الإيراني، هذا رجل عاقل، ويستطيع أن يحل مشكلة النفط، يستطيع أن يحل مشكلة سوريا، مشكلة اليمن. يعني شايف لو جلت السعودية مع إيران ربما لتم حل الكثير من المشاكل طبعاً طبعاً طبعاً. شوف لو اجتمعت مصر والمملكة العربية السعودية وإيران وهذه الدول اللي على الأقل مستقلة، أنا تركيا لأن على عندي علامة استفهام كبيرة على الموقف التركي، لأن يبدو أن حتى هي في عندها مشكلة ولا أستطيع ولا أجد لها تفسير زي قطر. موقف تركيا؟ إيه طبعاً. لكن بالنسبة لإيران، إيران دولة مستقلة، وحتى راه الآن يقول لك إيران رفعوا عنها القيود وإيران المفاعل وقعوا مع العقد، هذه مناورة. الإيرانيين يعرفوها جيدا ونحن نعرفه جيدا. الغرب يرى لا يفرق بين إيران وبين المملكة العربية السعودية وبين ليبيا وبين الجزائر وبين المغرب، هي أيضا مستهدفة، باكستان مستهدفة، تركيا نفسها مستهدفة، كل الدول الإسلامية مستهدفة، لأن هذه الأمة يرونها خطرا دائما. وكما قلت في اللقاء السابق لو تذكر، هناك ثلاث خطوط منذ الحرب العالمية الثانية، الأحمر والأخضر والأصفر، يروا أنه استثمار الفوز لدول الحلفاء هي تدمير هذه الخطوط الثلاثة. أولها كانت الشيوعية ودمرت ودخلوا على الإسلام الخط الأخضر من باكستان أفغانستان لغاية طنجة، وحتى الدول الإفريقية اللي فيها المشاكل كلها إسلامية، حتى أوروبا، ألبانيا والبوسنة، هذا كله مسلمين. هي صدفة أو إحنا أغبياء؟ هذه مؤامرة على الأمة الإسلامية. إحنا للأسف استخدمنا بدل من نبني هذه الأمة وتدافع عن نفسها وتعمل برنامج أو مخطط لمواجهة هذا البرنامج، أصبحنا ننفذ هذا المخطط بأيدينا وبغباء شديد وبحماس شديد وبكل أموالنا وإمكانياتنا وبشبابنا. ولذلك أنا عندما أتكلم هذه الليلة الحقيقة ليس شيء شخصيا أو طموح في شيء شخصي، وإنما من تجربتنا المريرة اللي مرينا بها، وأرى هذه الملايين من العرب يتحولون إلى غجر العصر، مش غريب أرى حد يفكر إن ممكن هم ما يطالهمش هذا الواحد. هذه الشعوب قد تشاهدونها، احنا العام الماضي لم يكن هذا موجود، اذا استمر هذا الوضع ستشاهدون ملايين من العرب مشردين، والثكالة والدمار الهائل لنفطنا وامكانياتنا وقدراتنا وجيوشنا. علينا ان نستيقظ، ندافع عن امتنا، نخلق واقع جديد، نخلق استراتيجية في مواجهة هذه الاستراتيجية التي تستهدفنا، نقوم بعمل ايجابي. كل ما نقوم به الان عمل سلبي يخدم الطرف الاخر. إذا كنا دواعش، إذا كنا دول، إذا كنا، هذا الأسلوب يدل على ضحالة في التفكير وفي الوعي وفي معرفة قراءة المشهد. يعني إحنا، أما الدول الأخرى الكبرى هذه من حقها أن تسحقنا، هم يروا أنهم لن ينتظروا في الحرب العالمية الثانية ما لم يدمر الشيوعية، تشكل عليهم خطر مستقبل متوقع، والإسلام خطر متوقع لكي يستأسدوا على العالم، ثم على الصين وبقية الواحد، وهم مخططهم هذا لن يتوقف إلا إذا كان لدينا مخطط. ولذلك إحنا لما اتجهنا لإفريقيا في عندما عجزنا من العرب أو اتحدت أوروبا أصبحت موحدة، توجهنا لإفريقيا. إفريقيا قارة تستطيع أن تكون ند لهذه العمالقة، لديها ثروات إمكانيات، فيها مليار دولة، وسعينا لوحدة القارة وقيام الولايات المتحدة الإفريقية، وقتل معمر قذافي لهذا السبب، للدينار الذهبي، للعملة الخاصة التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية،
وأيضا يغلق أفريقيا على الغرب، وهذا يدمرهم ويريد جمع هؤلاء الأفارقة العبيد، وأصبحوا أحرار وأصبحوا قادرين على أن قاب قوسين لو أن نقيم حكومة أفريقية واحدة ونقيم الولايات المتحدة الأفريقية. إذا قامت هذه طبعا بتهدد مصالح الغرب، وبالتالي من هو المحرك لهذا؟ القذافي، يقتل القذافي. أخذوا قرارهم، صالحهم، ناورنا، عملنا، درنا، لم يكن هناك أي، حتى في أثناء الحرب بالمناسبة ثمان شهور من مواجهات قمنا بكثير من المناورات السياسية، وأنا كنت طرف في كثير من المناورات السياسية عند آخر يوم، ونحن نتفاوض مع الغرب ونحاول أن نجد مخارج. طرحنا مجموعة من الأفكار اللي هم كانوا يستهدفون معمر القذافي، إما ده إذعاناً، ده قبل مقتل القذافي طبعاً، كان في مفاوضات، طبعاً كان في مفاوضات كثيرة. إيه المفاوضات دارت مع من؟ مع الدول الغربية ومع فرنسا ومع مجلس الأمن ومع كل هؤلاء. حاولنا، نحن نعرف أن هذا الطريق سيؤدي إلى مهما كانت قدراتنا وصمودنا الأسطوري، هذا سيكتب في التاريخ. ثمان شهور واجه الليبيين الأحرار هذا الوضع، وما فيش حد يبقى. أنا زي ما قلت لك الأخوان في العراق بعد شهر سقطت بغداد، البوس يوغزلافيا الكبرى هذه الدولة العظيمة في 17 يوم. هذه قوة جبارة لا تصارع، لكن هم وضعونا في موقف لم نستطيع الخروج منه، لأنه أصبح علينا كما قالها الشهيد القذافي، أنا سأقوم بواجبي، نحن نعرف أننا لن نصر على هؤلاء. حاولنا معاهم إذا كان الـ 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 بعدة مناورات، وقد يأتي يوم نتكلم في هذا الموضوع لو كان أتيحت لي فرصة، لكي يعرف أهلي في ليبيا أيضا قد لا يعرفون، وحتى هؤلاء السذج الذين يقولون تخليت على القذافي. احنا قمنا بعمل أعمال كثيرة، حاولنا في هدنة، وحاولنا أن نقيم بدائل مخارج، للأسف يعني هم أرادوا، عايز تقول إن بيانك كان جزءا من المناورة، هم يعني أرادوا إذعانا، كان بهدف التفاوض. المهم يعني عايز تقول إنه بيانك، قد يأتي يوما نتكلم في هذا الموضوع. الآن نحن الآن خلينا في نتكلم عن المستقبل، وأعتقد سهرنا الناس كثير، إذا كان في حد سهران الناس رقدت كلها. خلينا طيب نتكلم عن المستقبل، وأدعو أهلي في ليبيا مرة أخرى لما قلته برفع الرايات البيضاء، ونحتفظ براياتنا إلى أن تقوم الدولة. بس سلاما لا استسلاما، استسلاما للوطن مش عيب. نحن نستسلم لليبيا ونقدم كل تنازل من أجل ليبيا، ونقدم كل ما نستطيع من أجل استقرار أهلنا وعودتهم وخروج أهلنا من السجن، وبناء دولة لكل الليبيين دون إخصاء لأحد. ونجلس على طاولة نحن شركاء جميعا في الوطن، ولا نستثني أحد. ونحن بدأنا في هذا الحراك وبدأنا في هذا العمل منذ زمن، وسوف نفاجئ العالم كما فاجأناها أكثر مرة. أعرف أننا أن أهلنا الذين في المهجر يعانون كثيرا، وقد أكون أثقلت عليهم بالكلام هذه الليلة، ولكن نحن الليبيين الأحرار عند وعدنا، لقد عقدنا العزم على عودة ليبيا وعودة هؤلاء المهجرين وخروج أهلنا من السجون، وعودة الوطن سالما أبيا ولكل الليبيين. نحن لا نتكلم عن إعادة صياغة النظام القديم، ولا إعادة يحكم فلان أو علان أو زيد أو عمر، هذا وطن للجميع، وما يقبل به الليبيين نقبل به. طيب هطلع فاصل أخير مضطر، وهيبقى بعدي سؤال مش هنطيل. سؤال متعلق، يبدو أن تكشفت بعض المعلومات المتعلقة بصفقة تسليمك لليبيا خلال حكم الإخوان، حينما خطط الإخوان لبيعك. يعني ده واحد. اتنين، هيبقى سؤال أخير متعلق بالمنطقة عموما، إلى أين نحن ذاهبون إذا لم يتم التوصل إلى الحل الذي تتحدث عنه، أن يجلس الجميع معا، يعني إذا استمر الاقتتال والتفتيت بهذا الشكل. هنكمل بعد الفاصل.